ميرنا صلاح، فرحانة قوي لأنا جيت الكويت. نزلت مطار الكويت استقبلونا حلو قوي في الموقف ده. أنا كنت خايفة من الاستقبال بتاعهم وناس تانية وبلد تانية غريبة عليا شوية، بس اتبسطت وحسيت اللي هم أهلي وما كنتش في غربة، ويعني حاجة جميلة قوي يعني. ونزلت بقى على الفندق بلاش، ناس كويسة جدا والفندق جامد قوي يعني فظيع، وناسه حلوة والناس اللي فيه يعني حلوة قوي. الموظفين كانوا كويسين قوي معانا واستقبلونا حلو برضو، وبقى يدولنا يعني حاجات كتيرة جدا مش عارفين يدولنا ايه ولا ايه يعني من فرحتهم، واحنا اتبسطنا جدا معاهم.